السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة حلويات ام اللحات. كنتمنى تكونوا بألف خير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم طريقة عمل طبق نودلز بالدجاج والخضر. طبق سهل جدا، سريع، والاهم انه صحي ولذيذ بزاف بزاف بزاف. يعني كاع كنبغيوه لا الصغار ولا الكبار، فكيجي لذيذ بزاف. غادي نشوفوا طريقه، عفوا غادي نشوفوا المقادير مع طريقه التحضير في نفس الوقت، وكنتمنى انه ينال اعجابكم وفرجه ممتعه. فاول حاجه انا هنايا كنبدا بها هي الخضر. فخديت هنايا اول حاجه خديت 4 ديال البصلات، هاد البصل الاخضر اولا البصله الخضريه، وقطعتهم كيف ما كتلاحظوا هالصوره، قطعتهم هكا دوائر. من بعد خديت جوج ديال الجزرات يكونوا متوسطين الحجم، وكذلك قطعتهم هكا بشكل طولي يكون رقيق، لحقاش ما غادي نسلقوهم ما والو، غادي نطيبوهم هكاك يعني ديريكتومون غادي نطيبوهم. خديت من بعد شويه ديال البروكولي وقطعته حتى هو لشرائح، ودرته في واحد الشبيكه وغسلته مزيان وخليته كيستقطر. من بعد خديت جوج فصوص ديال الثومه يكونوا كبارين شي شويه، وحتى هما هكا قطعتهم صغارين بزاف ولا نحكوهم. ومن بعد خديت طريف ديال سكينجبير طري اولا الزنجبيل، حتى هو حكيته على هذا الشكل، هذا كيكونوا مقطعين رقاقين. من بعد كناخذ صدر ديال الدجاج حتى هو كنقطعو لشرائح تكون رقيقه كيف ما كتلاحظوا على الصوره. صافي تنخلي كل شيء على جنب ونبدا الان بتحضير النودلز. لهذا خديت طنجره وضعت فيها الماء، بعد ما غلى ضفت فيها الملحه والقليل من الزيت، وضعت النودلز ديالي كيطيبوا. هنايا استعملت انا 250 غرام من النودلز. صافي ما كياخذوناش وقت بزاف، يعني ماكسيموم واحد 5 ديال الدقائق حتى 6 صافي تيكونوا طايبين، ما نطيبهمش بزاف باش من بعد ما يتعجنوش. صافي انت يطيبوا كنصفي هم وكنغسلهم بالماء بارد وكندير لهم واحد القطيره ديال الزيت باش ما يتعجنوش، وكنخليهم على جنب. فهنا خديت مقله وضعت فيها القليل من زيت المائده، وممكن توضعوا زيت الزيتون كذلك، ودرت فيها القليل من الثومه والقليل من سكينجبير طري، وخليتهم هكا حمرتهم شي شويه ما يتحرقوش، غير يتحمروا شويه. من بعد كنضيف عليهم شرائح ديال الدجاج وكنتبلهم بمليحه وشويه ديال الفلفل الاسود، وكنقلب فيهم هكا وكنخليهم حتى كيطيبوا. هنايا كنغطيهم انا باش كيرجع لهم داك الصهد ديالهم وكيطيبوا لي حتى من الداخل. من بعد ما كيطيبوا صافي كنزولهم من المقيله ديالهم، تنديرهم هكا في واحد الطبسيل ولا في واحد الاناء، وكنخليهم على جنب من بعد ونكملوا فيهم. فكناخذ المقلاه في نفس الزيت، كنعاود ندير داك شويه ديال الثومه وشويه ديال السكينجبير اللي كان تبقي لي، وكنحركهم هكا غير كيتحمروا لي واحد شويه، وتنضيف الخضر، كنضيف الجزر، كنضيف البروكولي، وكنضيف كذلك البصله اللي كنت قطعت الى دوائر كيف ما كتلاحظوا. صافي كنصوطي هاد الخضيره هذه مع بعضيتها، كنحركها هكا شي شويه، ودائما كنتبلوهم بالملح والفلفل الاسود اولا الابزار، وتنبقى كنحرك فيهم حتى كيطيبوا لي وحتى كتنزل لي داك الخضيره. يعني ما خصناش نطيبوها بزاف، غير كتنزل لنا واحد شويه وصافي تتكون عندنا واجده. يعني طبق سهل وسريع. هنا على فكره يعني ما كانش عندكم سكينجبير طري، فممكن كذلك تستعملوا القليل من سكينجبير غبره اولا سكينجبير زنجبيل بودره، ولكن الاحسن اذا كان طري بطبيعه الحال. فمن بعد ما كطيب لي داك الخضيره هكا وكتنزل كيف ما كتلاحظوا، كنضيف عليها الشعريه ديال النودلز، وكنضيف كذلك القطع ديال الدجاج اللي كنطيبت من قبل، وكنزيد صوص صوجا ولا صويا صوص. هنايا هاد الصوص صوجا كتكون لايت، يعني ممكن من الاحسن نستعملو لايت. غادي نستعمل فيها واحد جوج معالق كبار حتى ثلاثة ديال المعالق كبارين ديال الصوجا، وداك كيبقى على ذوق كل واحد. يعني ضيفي الصوجا ديالك وذوقي، يعني فين تلقايها مزيانه هي هذيك بركه، لقيتيها مازال خاصه شويه ديال الصوص صوجا، فكتزيد تضيفي لها واحد شويه. صافي من بعد راه عندي انا كلشي طايب، غير كنبدا كنحرك فيها هكا واحد شويه، كنصوطي داك الشعريه حتى كتخلط لي مزيان مع باقي العناصر مع باقي الخضيره. صافي تنقدمهم سخيخنين بالف صحه وهنا. هكا انا قدمتها في طبق ديال التقديم، وزينتها بالقليل من المعدنوس. هنايا انا ما كانش متوفر عندي القزبر، هو نورمالمون تنعملو القزبر اولا الكزبره، انا ما كانش متوفر عندي، فاستعملت فقط القليل هكا من المعدنوس زينت به. صافي هذه كانت وصفتي لكم النهار اليوم، كنتمنى تنال اعجابكم. ما تنساوش الا عجبتكم الوصفه تخليو لي جيم تعليقاتكم، اشتركوا بالقناه باش توصلوا دائما بجديد الوصفات، وتبارطاجيو كذلك الفيديو مع اصدقائكم. شكرا لكم بزاف على حسن المتابعه، نشوفكم فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الرحمن، السلام عليكم ورحمه الله.